قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل العقاري إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، وينحصر ذلك على المواطنين. صحيح خالد، وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي أن قرار المؤسسة جاء بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، حيث تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل، بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. في نفس السياق، وصف الكاتب الاقتصادي الأستاذ عبد الحميد العمري قرار مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك للمواطنين، وذلك لتملك المسكن الأول، وصفه بأنه سلبي على المواطنين. ورأى العمري أن سلبيات القرار أكثر من إيجابياته في وقت بدأت الأسعار المتضخمة عقاريا بالتصدع والانحدار، متوقعا أن يتحجج به تجار العقار لإيقاف التراجع وهو ما لا يجدي. هذا الخبر مشاهدينا الكرام لقي تفاعل صباح هذا اليوم مع من المغردين. خلينا نستعرض بعض التغريدات. نبدأ مع المغرد مشعل بن فهد. مشعل يقول شافوا بيوتهم جالسة والسوق نام وبدأ بالانخفاض، طلعوا لنا بحلول قد تساهم في تحريك سوق العقار. المواطن XX شفر. فريد يقول أيها المواطنون لقد تكالب عليكم المماطلون، وليس لكم إلا التعاون والتعاضد والمقاطعة لسلعة كل فاسد. روان تقول في تغريدة أخيرا استعرضها مع هذا الخبر، ترهن 50% من راتبك 30 سنة، وفي الأخير يحق للبنك سحب العقار في حال تعثر المواطن عن السداد. احذروا. صحيح، وللحديث أكثر عن هذا القرار وتبعاته معنا على الهاتف الأستاذ داود المقرن، مدير إدارة العقار بشركة أسواق العثيم. حياك الله أستاذ داود، ونرحب بك في برنامج أخباركم. يا حياكم الله. باختصار أستاذ داود، ماذا يعني هذا القرار على المواطن وحتى على سوق العقار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هذا القرار يعني
ينطبق عليه الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. الحقيقه القرار السابق اللي هو رفع الدفعه الاولى الى 30% بمعنى ان يكون الحد الاعلى للتمويل العقاري هو 70%، هذا اسهم كبير سلبي في تقليل الوحدات السكنيه التي تنشا في السوق العقاري. احنا كلنا نعرف ان المواطن لا يملك السيوله النقدية في حسابه لامتلاك منزل أو بيت العمر، الجميع يقترض. فلما تجي للمواطن تقول أن الدفعة 30% مهمة جدا، بالتالي ستقلل من العدد الذين سيتملكون المنازل. تخفيضها الآن إلى 15% هو نقطة إيجابية، لا سيما وأن البنوك تحصنت في حقها في إعادة هذا التمويل مع الفائدة التي تستثنيها من هذا التمويل. طيب أستاذ داود، هل القرار هو يعني التوريط مثلا للمواطن في قرض يمتد إلى سنين طويلة وإنقاذ للسوق العقاري الآن من الهبوط اللي موجود فيه؟ لا، هو شوف، يعني ارتكاب أخف ضررين. احنا عندنا المواطن الذي لا يملك المبلغ الكامل لامتلاك المنزل، عنده خيارين: إما الاستمرار في دفع الإيجارات ودون أي فائدة تعود عليه في المستقبل، أو أنه يقترض لامتلاك هذا المنزل. بلا شك أثبتت الدراسات وأثبت الوقت أنه الاقتراض لأجل هو القرار الصائب في السوق العقاري. هذا القرار في رأيك صائب من وجهة نظر عقاري ولا من وجهة نظر مواطن؟ لا، أنا مواطن. ترى العقاريين حلوين ومواطنين في نفس الوقت. لكن أنا أقول لك الآن لو حسبها الإنسان حسبه، طبعاً لابد أن تكون المعادلة على نفس المنتج العقاري. الشيء الثاني أنه يأخذ الإنسان التمويل بما يناسب المرتب، يعني أنت تحاول أن تأخذ سكن يناسب المرحلة التي أنت ستعيش فيها، يعني ليس بالضرورة أن أبحث على بيت مساحته 500 و600، أنا أبحث على قدر دخلي. كثير من الناس يعني
يعني المعادلة عنده إلى الآن ما هو مستوعب قضية بيت العمر. يعني إحنا دائما ننادي أن يكون عندنا بيت المرحلة وليس بيت العمر. واضح أستاذ داود. إذن الأستاذ داود المقرن وهو مدير إدارة العقار بشركة أسواق عبد الله الثيم، شكرا جزيلا لمدير